لو كويس. كويس. احسن لاعب تونسي اليوم تعتبر شكون في البطوله ولا تونسي اون جينيرال؟ تونسي اون جينيرال يوسف سيك. احسن لاعب في تاريخ تونس تقدير. شكون المدافع المحور اللي يعجبك في تونس اليوم؟ الحمد لله يعقوب. احسن مدافع في تاريخ تونس؟ مدافع اكسيا جايت. شكون احسن اكسيال في العالم؟ فان دايك. احسن لاعب في العالم؟ رونالدو. احسن مدرب دربت عنده؟ رونالدو البرازيلي. اوكي لا نحكي لك توا احسن لاعب في العالم قلت لك توا رونالدو البرتغالي. بدلت شيء. احسن مدرب دربت عنده؟ حقيقة صعيبة دايما متخممش برشا. أول واحد جا لبالك شكون؟ سي فوزي وسي عمار. أحسن مدرب في العالم؟ فابيو كابيلو عجبني. أقرب لاعب ليك؟ يعقوبي ورامي جريد. أكثر من لاعب ما تفهمش معاه؟ ما تفهمش معاه صعيب. اي معناتها بتفادليك تناقض اليوم الفيستير حاجه هكا. دريس يا ممكن. دريس المحيسي. شكون اقوى جمهور؟ ما تفهمش معاه صاحبي يوم ديما كاين نحب نبربشو باش نعمل عليه جا نحبو برشا. دريس حافظ. اقوى جمهور لعب ضده؟ اقوى جمهور لعب ضده عندك الوداد. الوداد ثم زاد وديد. احسن بونتو ماركيتو؟ احسن بونتو في الدربي 2017. اقل شهريه خذيتها؟ 90 دينار. اكبر حمد. شهريه؟ ما نجمش نقول. باهي ملاعب بكركار. ملاعب بكركار برشا كركار اهو برشا الحقيقه برشا كركار. لاعب اللي ضر معناه بخيل فهمت وعنده دي كاليتي انورم. ادم رجيب ملاعب بالعكس خدام برشا. لاعب يخدم برشا خدمت مع حسين ريكت. بونتو تمنيت لو كان انت ماركيتو. بونتو بون كيما نقول انا بونتو فينال كيما نقولوا يعني انس بدري مثلا فينال الاهلي يوسف بلايلي بونتو عرفت اللي جبتي كانت هذه ليكيب تيب.